عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عناوين، والذي نطالع من خلاله أبرز ما جاء في الصحافة المحلية والعربية والعالمية. البداية باستعراض لأبرز عناوين هذه الحلقة. قمة درب الباطنة بين صحار وصحم تخطف الأنظار مساء اليوم في دور المحترفين. منتخب الطائرة ينافس على الذهب الخليجي بعد اكتساحه للمنتخب السعودي. الفيفا يعلنها رسميا ويقرر إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم ويهدد مستقبله الكروي. الشيخ سلمان بن إبراهيم يتجه للترشح لرئاسة الاتحاد الدولي بعد الدعم الأوروبي. ويورغن كلوب هل يتحول إلى ساحر أمام توتنهام أم يتوه في سماء البريميرليج؟ أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ورحب بكم وكذلك ورحب بضيفي في هذه الحلقة رئيس القسم الرياضي بجريدة الرؤية أحمد السلماني. حياك الله أحمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. حياك الله. إذن نستهل جولتنا في الصحافة المحلية من أخبار يوم المرأة العمانية، حيث تحتفل السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم بالذكرى 16 ليوم المرأة العمانية، المرأة شريكة في التنمية، والتي تصادف 17 من شهر أكتوبر كترجمة لإحدى التوصيات التي خرجت بها ندوة المرأة العمانية التي عقدت بأوامر سامية من أجل حضرة صاحب جلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه عام 2009 في رحاب سيح المكارم بولاية صحار، والمتمثلة في قامة احتفال سنوي بهذا اليوم. تفاصيل الدور الهام الذي تلعبه المرأة العمانية في القطاع الرياضي نقرأه لكم من صحيفة الشبيبة. حظيت المرأة منذ انطلاقة النهضة المباركة بعناية ورعاية فائقة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، إذ فتحت أمامها فرص العمل في مختلف المجالات والمشاركة في مسيرة البناء الوطني، وقد تجسد ذلك على نحو واضح منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد عام 1970، وذلك من خلال الرؤية الحضارية لبني نهضة عمان الحديثة التي ترتكز على الثقة الكاملة في قدرات المواطن العماني من ناحية، والعمل على الاستفادة القصوى من الموارد البشرية العمانية من ناحية أخرى. وكانت رياضة المرأة في عمان موجودة منذ السبعينات، وتم في عام 1993 إنشاء قسم الأنشطة النسوية، وبعدها تدرجت وأصبحت في عام 1995 دائرة للرياضة النسائية تعنى بالرياضة النسائية في السلطنة، حيث أصبحت السلطنة عضوا في الاتحادات الرياضية، كما تكونت لجنة نسائية تعنى برياضة المرأة لتؤكد السلطنة أن للمرأة العمانية موقعا مهما على خارطة الرياضة في السلطنة وخارجها. وأعطيت المرأة في عمان حقها في المجال الرياضي من خلال إتاحة المجال لها للمشاركات الرياضية سواء الخليجية أو الدولية. وتعد مشاركة المرأة العمانية في مسيرة البناء الوطني مستمرة منذ بزوغ عصر النهضة العمانية التي قادها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في عام 1970، حيث تمكنت المرأة العمانية من المشاركة في المسيرة التنموية من خلال إعادة رسم أدوارها الوطنية جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل لتحقيق أهداف التنمية وغاياتها. إذن نبارك للمرأة العمانية يومها السنوي والذي يصادف 17 من شهر أكتوبر من كل عام. إذن أحمد، بداية الاهتمام بالرياضة النسوية بدأت من السبعينات وكانت رسميا في 93، اعتقد ان الاهتمام السلطنه بالرياضه النسويه كان لها تاريخ اصيل في هذا البلد. بدايه هي التفاته جميله حقيقه من الزميله الشبيبه، هي تبرز هذا الخبر يعني. صحيح. يوم 17 من اكتوبر هو يوم المراه حقيقه يعني، ومن مثل ما قال في التقرير يعني منذ العام 70، وطبعا المراه شقيقه الرجل. صحيح. هذا في ذهن مقام مولاي صاحب الجلاله يعني. وبالتالي ظهرت المراه العمانيه وبرزت
وقدمت حقيقة في شتى المجالات. هذا إذا كنا نتكلم عن المجالات، أما إذا تكلمنا عن المجال الرياضي فظهور المرأة في المجال الرياضي يعني وإن كان يعني يسير بوتيرة يعني غير متعادلة أو متكافئة مع الرجل، ولكن الحقيقة أن المرأة تشق طريقها، والحمد لله رب العالمين يعني أن هي المرأة الآن وبأسلوب يعني جميل إلى حد كبير يعني تسير بالتوازي مع الرجل في كافة الرياضات، يعني أغلب الرياضات تقريبا، يعني بالرغم من هي احنا نقول مرأة ومن الصعوبة المكانك الكنية يعني أنها هي تمارس رياضات معينة، ولكنها الفتاة العمانية حقيقة برزت وشرفت السلطنة في كثير، شرفت يعني السلطنة في كثير من المحافل الدولية. يعني نتمنى إن شاء الله حتى في الفترة الأخيرة ما اقتصر الموضوع على فقط الممارسة، بل أصبح بعد إنشاء اللجنة العمانية لرياضة المرأة في مسألة التنظيم، مسألة استضافة البطولات، أيضا حتى المشاركة في المحافل الدولية، وفي مسابقات كثيرة حقيقة يعني مقدما مستويات كبيرة الفتيات العمانيات يعني حتى في كرة القدم الآن في اهتمام من الاتحاد العماني لكرة القدم أنه يكون في لنا منتخب يعني يشارك أيضا خارجيا يعني فجميل جدا هذه الالتفاتة يعني ومحظوظة المرأة العمانية حقيقة أنها في هذا الوطن الغالي في ظل حكم مولاي صاحب الجلالة يعني أن تحظى باهتمام في كل القطاعات بما فيها قطاع الرياضة. جميل. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى خبر آخر وإلى عالم دوري عمان تلي المحترفين، وفي موقعة تعد الأبرز بين مواجهات الجولة الرابعة بحكم المنافسة الأزلية بين الفريقين ودربي يتوقع أن يشهد الكثير من الأحداث والتنافس الكبير بينهما لخطف العلامة الكاملة. أبرزت صحيفة عمان في ملحقها الرياضي دربي الباطن المنتظر بين الجارين صحار وصحم لتكتب في عنوانها: صحار لتأكيد الصدارة وصحم للبعد عن المراكز المتأخرة في لقاء الجماهير، حيث تتجه أنظار عشاق المستديرة في السلطنة مساء الغد أو مساء اليوم عفوا أيضا إلى ملعب المجمع الرياضي بصحار لمشاهدة لقاء القمة والدربي والإثارة بين فريقي صحم وصحار، والذي سينطلق في الساعة 7:30، وهو اللقاء المرتقب بين الجميع لا سيما بعد التحضيرات الجماهيرية الكبيرة من جانب الفريقين، إذ من المتوقع أن تشهد هذه المباراة أكبر حضور جماهيري في مباريات الدوري خلال هذا الموسم حتى الآن، والمستوى العام من المتوقع أن يشهد ارتفاعا في الأداء من جانب الطرفين في أرضية الملعب بعد التحفيز الجماهيري الذي سيحصلان عليه طوال 90 دقيقة. لنا ترقب كبير لهذه القمة الكروية سواء كان محليا أو حتى خليجيا، جماهيريا، فنيا، أعتقد أن الفريقان والجميع في انتظار هذا اللقاء الكبير بين الصحم وصحار. هو حقيقة لقاء غير عادي بالمرة يعني محظوظ الباطنة أو شمال الباطنة أنه يكون في عنده ديربي مثل هذا الديربي يعني. صحيح. صحار متصدر، صحم يبحث عن نفسه أيضا في الدوري. نتوقع أن المباراة يعني راح تكون خارج الملعب أكثر حماسا من الملعب نفسه يعني بالفعل. بالنسبة للجماهير والحضور الجماهيري طبعا هي فرصة الكرة العمانية اليوم أن هي تشوف أنت الجمهور العماني. إحنا نتكلم عن الثمانينات والسبعينيات أيام ما كان في نقل تلفزيون كانت الجماهير كلها في أرض الملعب. صحيح. اليوم أيضا راح نشهد هذا المشهد إن شاء الله، راح نشوف يعني الأخضر والأزرق اليوم طبعا بالحضور الجماهيري والدعم الجماهيري أكيد راح يقدموا مستوى عالي جدا. إحنا نتكلم عن فريق متصدر، نتكلم عن فريق أيضا يبحث عن نفسه يريد يظهر بعد يعني تعاقداته جيدة إلى حد ما يعني. صحار حقيقة يعني انطلق إلى الصدارة بهدوء، لكنه استوعب درس العام الماضي وبالتالي تعاقداته كانت جيدة على المستوى الفني وعلى مستوى اللاعبين. متوقع أنه صحم أيضا يعني لن يكون صيد سهل بالنسبة لصحار. ممكن هذا يعني صحم لو كان غادر برا الباطنة شمال أو أنه ما يواجه صحار نقول والله المباراة يمكن صحام يفقدها، لكنه صحام ما بسهولة راح يسلم لصحار لأنه هذا الديربي ديربي خاص جدا يعني. دائما هذه الدربيات لا تحتمل لها لغة أخرى في الملعب يعني. صحيح. لها حضور آخر، أسلوب آخر، يمكن حتى المدربين نفسهم ما يعرفوا. وراح نتابع إن شاء الله إن شاء الله. أتمنى يعني مشاهدة جيدة للجماهير، إحنا نقول لا تفوت المباراة يعني سواء كنت أمام التلفاز أو إذا كنت قريب المجمع يعني ينتظرك يعني وسعة المجمع جيدة يعني. جميل. صحيفة عمان أبرزت تصريحات المدربين حول الدربي المنتظر، نتعرف على أبرز ما قاله عبد الناصر مكيس مدرب صحار وأرستيكا مدرب صحم عن المواجهة من خلال هذه القراءة بالصحيفة.
رأى عبد الناصر المكيس مدرب صحار بأن فريقه يتمتع بروح قتالية عالية والوضع النفسي جيد لمباراة صحم، وقال عن مواجهة الليلة: مباراة الديربي دائما لها وضع خاص بالنسبة لأطراف لعبة كرة القدم، الجماهير وإدارات الأندية والأجهزة الفنية واللاعبون، ونعتبرها كباقي المباريات، ونقاطها الثلاث هي الأهم بغض النظر عن من هو المنافس. وقال مدرب صحار أن فريق صحم فريق جيد ويضم عناصر واعدة، وترتيبه الحالي ليس مقياسا، ووضع المباراة يجعل الفريقان يقدمان كل ما لديهم، وتذوب المراكز الترتيبية ولا تعترف بصدارة صحار ووجود صحم في المركز العاشر، وسنشاهد الندية والقوة بين اللاعبين، وستكون المباراة من أجمل مباريات الدوري، ونحن جاهزون معنويا وفنيا وبدنيا. وناشد المكيس جماهير صحار بالتواجد خلف الفريق بكثافة لأنها مصدر القوة والفخر والسند الصلب للاعبين، ووعد بتقديم نقاط المباراة كهدية للجماهير بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد، وقدم الشكر لمجلس الإدارة ولمحبي نادي صحار. فيما قال مدرب صحم الروماني أرستيكا: سنلعب بواقعية وفق الإمكانيات المتاحة، وسنقابل فريقا كبيرا وصعبا لا يستهان به، وسنعمل على توظيف قدرات اللاعبين بالشكل المطلوب، وبعودة اللاعبين الأساسيين ستزداد قوة الفريق الضاربة، وأريد من هذه المباراة الفوز حتى تكون الانطلاقة الحقيقية لنا في الدوري وأيضا للتقدم في سلم الترتيب، فالفوز يرفع رصيدنا إلى 6 نقاط. أنا تابعنا وياكم حديث المدربين قبل انطلاق ديربي مساء هذا اليوم، إذن حديث واقعي بالنسبة لكل المدربين، وكذلك احترام للطرف الآخر على الرغم من كل الظروف التي يمر بها، سواء كان صحار في القمة أو حتى صحن في المركز العاشر. هي تصريحات ذكية من المدربين حقيقة يعني، وواقعية يعني. تكلم عن عبد الناصر عندما تحدث عن أنه والله يعني ينشد الدعم الجماهير، وأنه يحترم الخصم، وأنه عارف يعني أنه والله هذا ديربي خاص، وبالتالي هو عارف قيمة المباراة. لكن تكلم عن نقطة مهمة، أنه هو راح يلعب للثلاث نقاط بغض النظر عن الفريق المنافس، يعني هو ما يهمه كان صحم جاي ولا فنجة ولا من كان، يعني هو يريد يسعى لأنه والله يحافظ على صدارته يعني. أما بالنسبة للصحم فهو تكلم بواقعية على أساس أن أنا والله راح ألعب وفق امكانياتي وقدراتي اللي انا اللي يعني تمكنني انا من الفوز، لانه هو بحاجه ماسه لانه يفوز. طبعا المدرب من الموسم الماضي موجود مع صحن وعارف امكانيات لاعبي، وعارف يعني مدى انه والله مباراه حساسه مثل هذه، وان الجماهير تنتظر الفوز بالنسبه للمباراه، خاصه هذه المباراه يعني. صحيح. عوده للمباراه يعني، احنا دائما نتكلم عن ان جماهير شمال باطنه وخاصه صحار هي فاكهة الدوري، وبالتالي احنا نتوقع اليوم ان الحضور الجماهيري يكون يعني زحف جماهيري كبير يعني. ونحن في انتظار ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. مواجهة ظفار وصور بلا شك ستكون على شدها في ظل رغبة الطرفين في تحقيق العلامة الكاملة والتقدم في سلم الترتيب. صحيفة عمان كتبت عن هذه المواجهة المرتقبة لتخرج بعنوان تقول فيه: ظفار لمزاحمة الصدارة وصور للبقاء ضمن مراكز المقدمة، حيث من المتوقع أن يشهد اللقاء ندية بين الطرفين اللذين يسعيان إلى التقدم أكثر نحو القمة، إذ يدخل مستضيف ظفار هذه المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن المتصدر، بينما يدخل الفريق الأزرق هذه المباراة وهو في المركز السابع برصيد 4 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المتصدر. الجدير بذكر أن لقاء الفريقين في الدور الأول الموسم الماضي انتهى سلبيا، بينما شهد اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السعادة فوزا كبيرا لظفار برباعية نظيفة. لأن اللقاء يمكن أن يعنون بلحاق بالمتصدر سواء كان لظفار أو حتى صور، ولكن ظفار أيضا أبان المباراة على أرضه يطمح إلى الصدارة ب8 نقاط. هو من الباكر يعني بمكان أن نحن نتكلم عن صدارة ونصف ترتيب، يعني الفارق ما بين المتصدر والظفار مثلا نقطتين لا أكثر. صحيح. يعني ولكن نحن نعرف أن ظفار يعني لا يرضى بأن يكون يعني بعيد عن المنافسة. صور برغم اللي يتحدث عن نتيجة ظفار السلبية في الذهاب والإياب أنها خسارة 4-0، لكن صحيح. صور أنهى الدوري وهو في الوصافة يعني، وأيضا لعب مباراة نهائي الكاس يعني، وبالتالي أتوقع أنه من الباكر بمكان نتكلم عن صدارة وكذا، ولكن المباراة راح تكتسب أهمية إيش أنه
الفرق كلها استعدت ما بعد التوقف يعني صحيح. وبالتالي ما عندهم عذر انهم والله ما يقدموا مستوى يعني، وبالتالي اتوقع ان المباريات اللي ما بعد التوقف او المباريات اللي تشهد انطلاقه الدوري هذه مباريات صعبه ونتيجتها ما تتجاوز الفارق بين هدف هدفين لا اكثر يعني. النتائج الكبيره ما راح نشوفها يعني اليوم او بكره في هذه الجوله يعني. ننتقل إلى لقاء آخر ولقاء فنجا والخابورة، لا يقل شأنا عن باقي اللقاءات كونه يجمع فريقين سوف يسعيان إلى تحقيق الفوز وتعزيز الرصيد في ظل المنافسة القوية بين فرق الدوري. صحيفة عمان قدمت اللقاء فكتبت في عنوانها: فنجا يبحث عن الصدارة والخابورة لتعزيز رصيده من النقاط، حيث سيكون ملعب السادس سيب الرياضي مسرحا للقاء سيجمع فريقي فنجا والخابورة في الساعة 6:45 وهو اللقاء الذي يسعى من خلاله الطرفان للخروج بنتيجة الفوز لا غير. إذا تدخل فنجا المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 5 ويأمل أن يصل إلى الصدارة، وتبدو معنويات الفريق عالية بعد عودة اللاعبين الدوليين. في المقابل فإن فرق الخابورة لا شك يعي مدى صعوبة المواجهة، فباتت على مدرب الفريق أن يختار أفضل العناصر وأن يضع تكتيكا مغايرا حتى يضمن الخروج بالنتيجة الإيجابية المرضية التي باتت مطلب الجميع في الخابورة. اللقاء الأصفرين في ساد السيب الرياضي، يبحث الفريقان أيضا عن سواء باختلاف الظروف، أيضا فنجا يبحث عن الصدارة بينهم الخابورة لتحسين الصورة التي ظهر في أول ثلاث جولات من الدوري. نعم بالنسبة للمباراة هذه تمثل حقيقة هي صعبة بالنسبة للخابورة مقابل فريق فنجا يعني. فنجا احنا عارفين وخاصة أنه فنجا راح يعود له اللاعبين الدوليين يعني. بالتالي راح يكون أكثر ظهور وأكثر بروز ومرشح قوي أنه والله يعني يأخذ 3 لكن الخابورة أيضا يريد يبحث يعني هو يبحث عن نفسه أيضا يعني هو تعادل مباراتين وخسر مباراة واحدة فقط صحيح. الفريق جيد دفاعيا لكنه يعيبه أنه إنهاء الهجمات أو تخليص المباريات، ومباراته مع فنجا راح تكون صعبة للغاية يعني صعبة. فبالتالي أنا أتوقع مباريات اليوم يعني من الجميل بمكان انه تتابع تشاهد سواء كان الحضور في الملعب، لانه فنيا يعني بعد العوده من التوقف اتوقع ان الفرق راح تكون يعني راح تكون في جاهزيه سواء كان على مستوى اللاعبين وفي كل الخطوط يعني على مستوى المدربين يعني. هم الحين خذوا نفس طويل يعني وبتعرفوا على اللاعبين نعم تعرفوا على اللاعبين اكثر صحيح. لعبوا مباريات وديه اكتسبوا يعني اللاعبين اكتسبوا ثقه اكثر، اللاعبين الدوليين والفورمه العاليه اللي وصلوا لها راح يكونوا اضافه قويه للدوري. مباراه الفنجا والخابوره راح تشهد يعني حوارات جيده يعني، ولكن اتوقع انه انا شخصيا يعني اتوقع انه فنجا ممكن يحسم المباراه لمصلحته. جميل. ننتقل واياكم الى خبر اخر بعد النديه والاثاره التي شهدتها مباريات المجموعه الاولى. ابرزت صحيفه عمان في صفحاتها الداخليه المواجهات التي ستستكمل بها الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى من المجموعة الثانية في حسابات مهمة نحو جمع نقاط جديدة للتقدم في سلم الترتيب، لتخرج بعنوان قالت فيه: صراع القمة بين نادي عمان والاتحاد والوحدة يستقبل السيب وجعلان يستضيف الأمضيبي، حيث تختتم اليوم مباريات الأسبوع الثالث لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم من خلال المجموعة الثانية التي تقام فيها 3 حيث يكون صراع القمة بين نادي عمان في ملعبه بالخوير والاتحاد، والوحدة يستقبل السيب وجعلان يستضيف المضيبي. ومن المتوقع أن تكون المباريات الثلاث مثيرة باعتبار نادي عمان والاتحاد والسيب في الصدارة برصيد مشترك وهو 4 ومن ثم جعلان 3 والمضيبي بنقطة واحدة ولا شيء للوحدة حتى الآن. إذن لقاءات أيضا منتظرة في دور الدرجة الأولى خاصة بالنسبة للأندية العاصمية المتصدرة لهذه المجموعة. يريد نادي عمان نادي السيب أنهم هم يعودوا مرة ثانية إلى دور الكبار صحيح. يعني إلى دور عمان كالمحترفين نعم نعم هم موقعهم دوري الدرجة الأولى عموما يعني، ولكن هذه هي كرة القدم، وإذا أنت ما قدمت شيء فطبيعي أنك تكون في الدور الأولى أو الدرجة. طبعا المجموعة الأولى فنيا أنا أشوف حقيقة هي الأفضل والأقوى يعني. رستاق في الصدارة حاليا بعد ما حقق العلامة الكاملة 9. بالنسبة للمجموعة الثانية يعني المستويات إلى حد ما قريبة جدا يعني، أتوقع في الخبر في شيء يعني ما واضح يعني بالنسبة لمباراة الاتحاد والوحدة مستريح أصلا يعني.
ما اعرف يعني ما عرفنا الفريق من هذا الجولة. هي نعم، لكنه اتوقع ان مباراه عمان والاتحاد راح تكتسب اهميه، يعني على اساس ان الفريقين اصلا من الفرق اللي لها ظهور واللي جربت انها تلعب مع الكبار لا وحققت نتائج جيده على يعني احنا تكلمنا عن التاريخ يعني. وبالتالي مباراه عمان والاتحاد اليوم راح تكتسب اهميه يعني بالنسبه لي مباريات المجموعه الثانيه في هذه الجوله. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى خبر آخر، وفي دوري الدرجة الثانية وفي أولى مشاركاته رسمية منذ شاري في عام 2013 أبرزت صحيفة العمان النقطة الأولى لنادي الوسطى في أولى مباراة رسمية له أمام الاتفاق لتكتب في عنوانها: الوسطى يتعادل إيجابيا مع مضيفي الاتفاق بدوري الدرجة الثانية، حيث سجل فريق نادي الوسطى بداية جيدة في اختباره الأول تاريخيا بدوري كرة القدم بالسلطنة بتعادله مع مضيفه فريق نادي الاتفاق بهدف للكل في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الاتفاق، وحرز هدف التقدم الاتفاق في المباراة الأول في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب سعيد المخلدي، فيما سجل هدف التعديل لفريق الوسطى في الدقيقة 50 من عمر المباراة نصر البلوشي، وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين واعتمدت على التمريرات الطويلة، فكانت ساحة وسط الملعب ميدانا في أغلب وقت المباراة. صحيفة عمان واصلت متابعتها لبقية مواجهات دوري الدرجة الثانية، فقد تابعت الصحيفة مواجهة البشائر وبدية فكتبت في عنوانها: البشائر يكسب بدية بهدف في افتتاحية دوري الثانية، حيث كسب البشائر 3 نقاط ثمينة إثر فوزه على ضيفه بدية بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب نادي البشائر ضمن افتتاحية منافسات المجموعة الأولى لدوري الدرجة الثانية، والتي تضم البشائر وبدية والوسطى والاتفاق، وحرز هدف البشائر الوحيد سالم الخصيبي في الدقيقة 33. على الرغم من طرح النتائج بالنسبة لدور الدرجة الثانية، ولكن الحديث أعتقد لن يكون فنيا بقدر ما يكون تاريخيا على المشاركة الأولى لنادي الوسطى، وأعتقد المشاركة إيجابية بجات بأول نقطة أمام الاتفاق. أول شيء نبارك نادي الوسطى، هذا أول شيء الإشهار، ومن ثم الظهور حقيقة، يعني هو فاجئ الوسط الكروي بنتيجة إيجابية على ملعب المنافس أيضا، يعني خرج بنقطة يعني نقطة ثمينة حقيقة في بداية مشواره، تعطي دافعية صحيح يعني كنادي. حقيقة أنا تابعت تعاقدات نادي الوسطى، تعاقدات جيدة يعني عندهم أجانب لاعبين جيدين، وبالتالي أنا أتوقع أن الوسطى ما راح يكون يعني ضيف عابر كذا السهل أو يطمح المنافسة، منافس وثقيل أيضا صحيح بالنسبة لدوري الدرجة الثانية في هذه المجموعة. يعني بالنسبة للبشائر طبعا احنا نعرف البشائر قبل موسمين كان في دور الدرجة الأولى، ولكن ظروف الفريق الآن يعني نزلت أو هبطت بالفريق إلى دور الدرجة الثانية نتيجة مع بدية، نتيجة منطقية إلى حد ما عطفا على مستوى بدية، يعني لا زال بدية يبحث عن نفسه من مواسم عدة، يعني لا زال بعيدا جدا يعني عن باقي الفرق الدور مع كل التقدير والاحترام يعني، ولكن هذه هي الحقيقة يعني بدية في كل موسم هكذا، وبالتالي نتيجة البشائر هي منطقية وعادية جدا يعني. جميل. ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى أخبار دورة الألعاب الخليجية، حيث اقترب منتخبنا الوطني لكرة الطائرة من المنافسة على ذهبية المسابقة بعد تحقيق فوز مهم له على حساب صاحب الضيافة المنتخب السعودي بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء في أبرز لقاءات المنتخب التي خاضها حتى الآن. صحيفة عمان تابعت فعنونت تقول: منتخب الطائرة ينافس على الذهب، وهو الفوز الثاني للمنتخب بعد أن فاز على المنتخب الإماراتي وخسر لقاءه الأول بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين أمام المنتخب القطري، وكان المنتخب قد تصدر الترتيب العام في الجولة قبل الأخيرة من منافسات المسابقة برصيد 5 نقاط، وسوف يخوض المنتخب لقاءه القادم والأخير غدا أمام المنتخب البحريني الذي ينافس هو الآخر على لقب هذه البطولة مع المنتخب الوطني والمنتخب القطري، وسوف تحدد الجولة النهائية من المسابقة أصحاب المراكز الأولى بعد أن تلخبطت أوراق المنتخبات في الجولة قبل الأخيرة. إذن على الرغم من البداية المتعثرة أمام المنتخب القطري، ولكن المنتخب عاد
تحقق فوزين متتاليين على المنتخب الإماراتي والسعودي، ولقاء منتظر وسيكون كأنه أشبه بالنهائي بين منتخبنا ومنتخب البحرين. بالضبط، حتى نتيجته يعني الأولى باسم المباراة الأولى يعني نتيجة لافتح إلى حد ما، يعني المنتخب القطري منتخب قوي يعني. صحيح، ونحن نعرف المنتخب القطري ومن هو المنتخب القطري، لكن حقيقة النتيجة لافتة يعني فوزين، وبالتالي الأمل كبير في أنه، لكن مباراة أمام المنتخب البحريني، المنتخب البحريني منتخب قوي جدا كرة الطائرة يعني. فنتوقع انه يعني ما راح تكون سهله بالنسبه لمنتخبنا، ولكن نامل يعني حضور جيد. الحين المنافسه ثلاثيه ما بين منتخبنا، نتمنى له الفوز ان شاء الله. صحيح. والمنتخب البحريني والمنتخب القطري، مهم جدا ان منتخبنا يحسن المباراه ولا ينتظر نتائج المنتخب القطري. صحيح. يعني لا يلتفت اليها ابدا يعني. املنا كبير ان منتخبنا يعني يحقق نتيجه جيده يعني، وفريق الطائره، احنا عندنا منتخبات الطائرة عموما دائما ما تشرفني يعني في المناسبات هذه، وان تكون ان شاء الله اول ذهبيه في هذه الدوره. نتمنى ان شاء الله. للاسف يعني ان شاء الله. ننتقل وياكم مشاهدينا الكرام الى عالم الفروسيه، حيث انطلق مساء امس الاول بمضمار الرحبه بولايه بركه السباق الاول لهذا الموسم 2015-2016، والذي ينظمه شؤون البلاط السلطاني ممثلا بنادي سباق الخيل السلطاني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الساميه من لدن جلاله السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وتشجيعا منه لهذا الموروث العماني الأصيل. صحيفة الوطن غطت السباق فعنونت تقول: انطلاق مثير لمنافسات سباق الخيل بمضمار الرحبة ببركة، فبمشاركة 94 خيلا من مختلف محافظات السلطنة وبحضور جماهيري كبير من محبي سباقات الخيل، ضمن سباق 8 أشواط سميت بأسماء النيابات العمانية، 6 منها للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة. وفي الختام قام راعي المسابقة العميد الركن محمد بن سليمان اليزيدي مأمور حصن الشموخ بتكريم ملاك الخيل الفائزة بالمراكز الأولى في أشواط السباق. إلى عالم رياضة الهوكي، وبأجواء من الإثارة والندية والحماس، تابع صحيفة عمان دوري الزواوي لشباب الهوكي لتكتب في عنوانها: أهلي سداب يفوز على نزوة وصحار على قريات في شباب الهوكي، حيث حقق فريق أهل سداب وصحار الفوز على فريقي نزوة وقريات في دور الزواوي لشباب الهوكي في المباريات التي أقيمت أمس الأول على ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث استطاع السداب أن يفوز على نزوة بهدف مقابل 5، وشهدت المباراة الثانية تقدما واضحا لفريق صحار على قريات لعبا ونتيجة بعدما اكتسح قريات بسداسية نظيفة. وتقام اليوم مباراة واحدة تجمع السداب ببوشر في الساعة 7 من مساء اليوم على ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. لنا مع هذا الخبر وصلنا وياكم مشاهدين الكرام إلى ختام جولتنا في الصحافة المحلية، سنتوقف وياكم مع فاصل قصير ومن ثم نعود ونكمل المشوار، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وطبعا مساءكم بكل خير.
ننتقل وإياكم إلى جولة في الصحافة العربية، والتي نبدأها هذا اليوم من الكويت، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أنه أوقف الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد انتهاء المهلة التي منحها للحكومة لتغيير قانون رياضي يشكل بالنسبة للفيفا تدخلا في شؤون اللعبة الشعبية في الكويت دون أي استجابة. صحيفة القبس سلطت الضوء على هذا الخبر المؤسف للشارع الرياضي الكويتي والخليجي، نتابعها ما جاء من خلال هذه القراءة بالصحيفة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس تعليق عضوية الاتحاد الكويتي بمفعول فوري بسبب ما أسماه تعارض قوانينه المحلية مع القوانين الدولية. وقال فيفا أمس في بيان على موقعه على شبكة الإنترنت: تم توقيف الاتحاد الكويتي لكرة القدم بمفعول فوري. يأتي الإيقاف بناء على القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للفيفا خلال اجتماعها في 24 و25 من سبتمبر الماضي، حيث حدد يوم 15 من أكتوبر 2015 أمس موعدا نهائيا لإجراء التغييرات على القوانين الرياضية في الكويت. وتابع البيان: سيرفع قرار الإيقاف عندما يتمكن الاتحاد الكويتي لكرة القدم والأعضاء فيه الأندية من القيام بنشاطهم وواجباتهم بطريقة مستقلة، ونتيجة لهذا القرار لن يتمكن أي فريق كان من الكويت بينها الأندية من إجراء أي اتصال رياضي دولي استنادا إلى المادة 14 الفقرة 3 من قانون فيفا، كما لن يكون باستطاعة الاتحاد الكويتي أو أي من أعضائه أو مسؤوليه الاستفادة من أي مشاريع تنموية، ندوات أو تدريبات يجريها الاتحادين الدولي أو الآسيوي. وسيؤدي قرار الفيفا بإيقاف الكويت إلى تجميد مشاركة منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 في الإمارات، وأيضا إلى تجميد مشاركة فريقي القادسية والكويت في كأس الاتحاد الآسيوي، وهما باتا على وشك التأهل إلى النهائي. ومنحت اللجنة الأولمبية الدولية الكويت مهلة أخيرة حتى 27 من أكتوبر الجاري لتعديل القوانين، وكان الفيفا أوقف الكويت في أكتوبر من عامي 2007 و2008 بسبب ما أسماه آنذاك بتعارض النظام الأساسي لاتحادها مع لوائحه. ووصف عبد الله المعيوف رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة قرار الفيفا بأنه كان متوقعا وضمن إطار عملية مطبوخة يشارك فيها الشيخان أحمد وطلال الفهد لإيقاف النشاط الرياضي المحلي بأي شكل من الأشكال. إذن تابعنا وياكم هذا تقرير من صحيفة القبس الكويتية حول إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم. إذن راح تكون هناك تبعات كثيرة لمسألة هذا الإيقاف، خاصة في ظل منافسة المنتخب الكويتي في التصفيات الآسيوية والعالمية، وحتى مشاركة القادسية والكويت في كأس الاتحاد الآسيوي. هو حقيقة قرار يعني يؤسف له حقيقة، يعني احنا كخليجيين ان توصل الامور الى هكذا مرحلة. يعني فعلا مثل ما تفضلت وقالوا في التقرير انه تبعات كثيرة يعني ما بعد هذا القرار، يعني من ضمنها يعني المنتخب الكويتي ومشاركاته في التصفيات المزدوجة لآسيا وكأس العالم. صحيح. يعني ونتائجه وشطب نتائجه، طبعا هو المنافس الوحيد للمنتخب الكوري الجنوبي في مجموعته، يعني أيضا أندية القادسية والكويت في كأس الاتحاد الآسيوي أيضا مشاركتهم مهددة. يعني أنا حقيقة هذا الآن أصبح ديدن للأسف، أنه الاتحادات نفسها في هذه الدول يعني احيانا تلجأ الى الاتحاد الدولي لتخفيف الضغط عن نفسها، هذه بكل صراحه. يعني هل تتفق مع ما ورد في التقرير ان عمليه انا شخصيا اتفق وابصم بالعشره، يعني انه في ضغط كبير يعني بالنسبه لي. احنا عارفين ان الفتره الماضيه الاشهر الاخيره تجاذبات كبيره صارت. صحيح. ما بين الهيئه وما بين نعم بالضبط، يعني وبالتالي هي يعني الان هذه حدثت في اكثر من اتحاد، يعني انهم يلجأوا للفيفا. انا ما اعرف يعني الفيفا نفسه اصلا هو في حاله صعبه يرثى لها، يعني من يوقف من، يعني كل يوم لإيقافات الاتحاد الدولي والان إيقافات اتحادات ايضا اتحادات يعني محليه. انا ما اعرف يعني المعادله كذا، ولكن بالضبط هو هذا هو. انا شخصيا اشوف انه الاتحاد الكويتي نفسه لجأ للاتحاد الدولي، وهي العمليه عموما يعني مؤقته، يعني لحد ما يسويوا تهدي الاوضاع من ثم تسير الامور. يعني انا اتوقع في بدايه نوفمبر، قبل حتى
الجولة السادسة بالنسبة للتصفيات أتوقع أن هذه الأمور راح تنتهي وتتلاشى تماما يعني. جميل. أتوقع كأس الخليج الآن في مهب الريح يعني. جميل. ونحن هذا الأمر مهم بالنسبة لنا كخليجيين. نعم كخليجيين حتى هي الكرة الكويتية يعني نحن نأسف لما يحصل فيها يعني الكرة الكويتية وما هي الكرة الكويتية وإحنا في الخليج نعرف ونحترم ونقدر الكرة الكويتية نحتاج يعني الكرة الكويتية تحتاج إلى طاولة مثل هذه يعني طاولة دائرية تبعد فيها الجهوية تبعد فيها أشياء كثيرة ويطرح كل شيء على هذه الطاولة صحيح. لأن الكويت تستحق أنها تكون من أفضل الفرق في آسيا نحن نتكلم عن أول منتخب خليجي وعربي يحرز كأس آسيا المنطقة يعني. وحتى هذا الموضوع أيضا يحتاج إلى حلقات كثيرة في مسألة نقاش بما أنه موضوع متشعب حقيقة كثيرا يعني حقيقة. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى السعودية حيث يحل فريق الاتحاد لكرة القدم ضيفا ثقيلا على مضيفه نادي القادسية في استكمال لمباريات الجولة الرابعة من دوري عبد اللطيف جميل. صحيفة الاقتصادية السعودية قدمت اللقاء فعنونا تقول القادسية والاتحاد تعويض فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن قلوي الرياضية في الراكة سيكون الاتحاد ضيفا ثقيلا على القادسية في مباراة عنوانها التعويض فكلاهما خسر في الجولة الثالثة ومطالبين بالتعويض والظفر بالنقاط الثلاث ويدرك الاتحاد أهمية نقاط اللقاء للالتحاق بركب المقدمة وتعويض نقاط الفيصلي حيث يقع في المركز الخامس برصيده 6 نقاط بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية وخسارته في الثالثة هذا المهم التعويض ستكون صعبة بالنسبة لكل الفريقين خاصة بعد الخسارة في الجولة الثالثة هو الاتحاد يعني الضغط الأكبر يكون على الاتحاد يعني بحكم أنه الاتحاد يعني إدارة النادي ما قصرت بالنسبة لتعاقداته والمدرب حقيقة راح يكون في مهب الريح ويكون في اختبارات يعني الحامد البلوي اللي هو المدير التنفيذي في الاتحاد صرح بالرغم من الجماهير تطالب بإقالة المدرب فورا أنا ما أعرف من خسارة ولكن يمكن لأنها أمام الفيصلي مع كل التقدير والاحترام للفيصلي الجماهير تطالب بإقالة يعني بولوني من من من, من تدريب الاتحاد ولكن إدارة الاتحاد يعني ترتئي أنه والله تنتظر مباراة اليوم اللي هي مع القادسية أيضا مباراة الخليج القادمة ولكن الامتحان الحقيقي بالنسبة للمدرب هي مباراة الهلال يعني بعد جولتين من الآن بتكون أيضا مباراة الهلال هذا في حال استمرار في حال يعني أتوقع يعني هو كذا قرار الإدارة لحد الحين يعني ولكن ممكن هم يريدوا يخلقوا نوع من الاستقرار بالنسبة للفريق صحيح. هذا بعد تصريح حامد البلوي نفسه يعني البلوي نفسه إنه المدرب راح يستمر لحد مباراة الهلال مباراة الهلال هي اللي راح تحدد مصيره فصل. يعني جميل. بغض النظر عن ضغوط الجماهيرية وكذا ونتمنى يعني إن الفريقين يقدموا مباراة جيدة القادسية أيضا يبحث عن نفسه في الدوري يعني صحيح. الاتحاد ما مكانه المركز الخامس يعني بحقيقة توقعنا أن الاتحاد ينافس وبقوة أنه يكون والله الأول أو الثاني في ظل التعاقدات اللي موجودة هذا الموسم يعني جميل نبقى وإياكم مشاهدين الكرام في السعودية حيث يصوت أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد غد الاثنين أو على قرار تجميد ارتباط اللاعب سعيد المولد بنادي الاتحاد مدى الحياة صحيفة الرياضية السعودية تابعت فعنونت تقول المولد مهدد بتجميد مدى الحياة الاتحاد السعودي سينظرون في القرار الصادر من لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم قبل أن يصوتوا على توصية لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي التي تتضمن تجميد عقد اللاعب الموقع مع نادي الاتحاد على أن يتم إنفاذه متى ما رغب في العودة للاعب في المنافسات السعودية وتطبيق القرار على الحالات المشابهة له مستقبلا إن على الرغم من الاتفاق على المستوى الفني الكبير الذي قدمه سعيد المولد ولكنه وقع في مشاكل بمسألة التوقيع مع ناديين وكذلك التهرب من الاتحاد هو اللاعب نفسه يعني كان يلعب للأهلي هو حقيقة يعني اللاعب نفسه يلوم يلوم ايش يسميه هذا وكيل أعماله على أساس أنه أخفى عنه عقد الأهلي هو كان يريد استمر الأهلي وقابله عقد الاتحاد يعني ووقع الرجل للاتحاد ومن ثم يعني لما اكتشف العملية وكذا قال أنا أريد أغادر أصلا للدور السعودي وذهب إلى الدور البرتغالي يلعب مع فارنزي يعني وطبعا الاتحاد الدولي أجاز له أنه يلعب مع فارنزي ولكن يبدو أن الاتحاد السعودي له نظرة أخرى يعني واللاعب راح يواجه في قادم الأيام صعوبة كبيرة يعني ما أتوقع أنه من السهل بمكان أنه يسمح للاعب أنه يستمر في الدوري البرتغالي فاللاعب نفسه يريد استقرار وفي أجواء مثل هذا أتوقع أن اللاعب ما راح يقدم شيء وما في مصلحة اللاعب نفسه ولا في مصلحة
المنتخب السعودي كلاعب بارز مثل سعيد خاصة المولد، خاصة مع تقبيل مدى الحياة. نعم مدى الحياة يعني احنا عندنا في الاتحادات العربية بعد نفس الشيء، احنا نقول الآن مدى الحياة ولكن بحبة خشوم هذا كله يروح يعني. هذا التصريح تحسب عليك. ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى الإمارات، فقد أبرز الصحيفة الاتحاد الإماراتية في سر ملحقها الرياضي صدارة بن ياس لدول الخليج العربي بعد الفوز الكبير الذي حققه على الإمارات بثلاثية دون رد، لتخرج بعنوان قالت فيه: الصدارة سماوية بثلاثية، حيث حافظ بن ياس على سجلية خالية من الهزائم واستعاد الصدارة بعد فوزه على مضيفي الإمارات، وارتفع رصيد بن ياس إلى 11 نقطة من 5 مباريات حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل مرتين، بينما توقف رصيد الإمارات عند 4 نقاط من العدد نفسه من المباريات واحتل المركز التاسع. وعرجت الصحيفة إلى تعادل الجزيرة مع ضيفي الشباب بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس بملعب محمد بن زايد، وجاءت متوسطة الأداء بين من الجانب الفريقين، بهذه النتيجة ارتفع الجزيرة بنقاطه إلى 7 فيما ارتفع الشباب برصيده إلى 9 نقاط. ننتقل وإياكم إلى قطر، حيث يستأنف دور نجوم قطر للموسم الرياضي 2015-2016 من جديد بعد توقف دام أسبوعين بسبب مباريتي المنتخب القطري في الصين مع الصين والمالديف. صحيفة الرأي القطرية رصدت مباريات الجولة فكتبت عنوان قالت فيه: جولة واعدة بالإثارة، حيث ترفع جميع الفرق بالاستثناء شعار الفوز فقط، إذ يحل الريان المنفرد بالصدارة ضيفا على الخور ويصدم الأهلي بالأخريطيات ويوكرى مع سيلية ومسامير مع مسلال، وتستكمل غدا بثلاث مواجهات والتي تتضمن 3 قمم كروية على درجة عالية من الأهمية، تجمع الغرافة مع الجيش والسد مع قطر والأخوية مع العرب. بعدما سطر اسمه من ذهب في البيت الملكي ريال مدريد وفاز معه بما لذ وطاب من البطولات، أعلن الإسباني راؤول غونزاليس صورة منتخب إسبانيا وفريق ريال مدريد أنه سيعتزل عالم المستديرة. صحيفة الوطن القطرية أبرزت في صفحاتها الداخلية ما قاله زملاء الفتى الإسباني المدلل في نادي السد القطري حول اعتزال اللاعب. نتابع وإياكم هذا التقرير. تمنى حسن الهيدوس مهاجم الفريق السداوي كل التوفيق لراؤول غونزاليس في حياته المستقبلية من الجانب الشخصي والعملي، لا سيما وهو كان أحد أساطير كرة القدم والتي نال شرف اللعب بجواره خلال تواجده في نادي السد لمدة موسمين حقق خلالهما لقب الدوري وكأس سمو الأمير، بالإضافة للوصول لأدوار مهمة في البطولة الآسيوية. وأكد خلفان إبراهيم نجم الفريق السداوي على حديث زميله في الفريق حسن الهيدوس، ومشيدا بالنجم الإسباني راؤول غونزاليس والذي أضاف للسد الكثير خلال فترة تواجده والتي امتدت إلى 2 ساهم خلالهما في تحقيق الإنجازات ومساعدة الفريق بالكثير من الخبرات، لا سيما مع تواجد العديد من اللاعبين الشباب. وأضاف خلفان: راؤول لاعب رائع وترك فراغا كبيرا، وأتمنى له التوفيق في حياته المستقبلية بعد اعتزال كرة القدم، مشيرا إلى أنه على ثقة في نجاح راؤول في أي مجال سيعمل فيه بعد اعتزاله للساحرة المستديرة. وثمن قائد الفريق طلال بلوشي الفترة التي لعب فيها الأسطورة الإسبانية راؤول غونزاليس في نادي السد والتي استفاد منها النادي كثيرا من كافة الجوانب، لا سيما وأن راؤول كان لاعبا وقائدا داخل الملعب وكان له دور كبير ومثير مع الفريق في العديد من الانتصارات التي حصدها الزعيم خلال هذه الفترة. وأبدى إبراهيم ماجد مدافع الفريق ثقته الكبيرة في الإسباني راؤول غونزاليس على اختياره التوقيت الأنسب والأفضل بالنسبة له للتوقف عن ممارسة لعبته المفضلة كرة القدم، مؤكدا على أن راؤول يعتبر مهاجمه المفضل دائما. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى الصحافة البحرينية، صحيفة الأيام البحرينية أبرزت استعداد البحريني الشيخ سلمان إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم والمنافسة على منصب رئيس الفيفا. صحيفة الأيام تابعت الخبر فعدونت تقول: سلمان بن إبراهيم يستعد للترشح لرئاسة الفيفا، ومن المقرر أن يشهد المنافسة على كرسي رئاسة الاتحاد الدولي صراعا قويا بين سلمان بن إبراهيم والأمير الأردني علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي.
وينتظر رئيس الاتحاد الآسيوي تحديد موقف نظيره رئيس الاتحاد الأوروبي من الترشح بعد تعرض بلاتيني للإيقاف 90 يوما. وكان بلاتيني الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي قد أوقف في الأسبوع الماضي من المشاركة في أي نشاط كروي لمدة 90 يوما. وفي خبر متصل، صحيفة الرأي الأردنية بدورها تحدثت عن تأكيد الأمير تركي بن خالد بن فيصل آل سعود رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم على دعم الأمير علي بن حسين لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتخرج الصحيفة بعنوان قالت فيه: الاتحاد العربي لكرة القدم يدعم ترشح الأمير علي لرئاسة الفيفا. وقال رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تعليقا على الإعلان الرسمي لترشح الأمير علي بن الحسين لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه من منطلق الأخوة والتضامن العربي فمن المنطقي أن نقف جميعا كعرب مع الأمير علي، وتمنى الأمير تركي أن يكون هناك توافق عربي بين كافة الاتحادات العربية الأعضاء بأن يكون سمو الأمير علي بن الحسين هو مرشحنا جميعا لأهم منصب كروي في العالم. إذن الموضوع أصبح الآن متشعب ما بين الأمير علي والشيخ سلمان، هناك تأكيد على مبدأ أن يكون هناك توافق عربي في مسألة التصويت للأمير علي، ولكن ترشح الشيخ سلمان سيضعف من هذا التوافق بين الاتحادات العربية. وحقيقة كنا يعني تفائلنا بعد ما تم توقيف يعني ميشيل بلاتيني أن والله الساحة تخلو للأمير علي بن حسين، لكن الآن دخل الشيخ سلمان بن إبراهيم الآن، لكن هو بفعل فاعل يعني إيقاف بلاتيني قام بدعم الاتحاد الأوروبي لترشح الشيخ سلمان. والله ربما هي المعادلة تكون بهذا الطريق يعني، لكن خاصة بعد ما سحب الاتحاد الإنجليزي أيضا دعمه لبلاتين، واضح الأمور أنه بلاتين راح يكون خارج المعادلة يعني. مستغرب حقيقة تصرف أو رغبة الشيخ سلمان إبراهيم رغم أنه قبل أسبوعين نفى هذا الأمر يعني، لكن التطورات اللي حدثت الآن في الفترة الأخيرة صحيح. أيضا دخول الهولندي جيروم، أتوقع اسمه جيروم، هذا نفس الشيء كمرشح للاتحاد الأوروبي في حالة فشل بلاتيني أو أنه خلاص خرج من المعادلة، وبالتالي أتوقع سلمان إبراهيم ما أعرف إيش القصد، أنه والله موجود الأمير علي بن الحسين كمرشح عربي، وأيضا جميل جدا أنه يكون مدعوم الآن من الاتحاد العربي رغم أنه هذا الاتحاد بالذات أنا ما أعرف فين موجود في الخارطة الكروية صحيح. بالنسبة للعالم يعني وما دوره أصلا يعني، وهل هو راح يساهم؟ نتمنى يعني أنه والله الاتحاد العربي يساهم، لأن يعني الأصوات الآسيوية أصوات كثيرة يعني كبيرة يعني وداعم، نتمنى حقيقة أنه يتحول الدعم يعني كله للأمير علي بن الحسين يعني، خاصة أن الرجل يعني فعلا يعني حتى في برنامجه الانتخابي يؤكد على أنه هو جاء لحقيقة تصفية الأمور ومحاربة الفساد صحيح. كان يعني لهذا المصطلح بين قوسين موجود، وفعلا واضح أنه في أشياء كثيرة جالسة تظهر الآن في الاتحاد الدولي تحتاج شخصية مثل الأمير علي بن الحسين يعني. جميل، ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى مصر، بعد أن أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن البرتغالي فريرا المدير الفني لفريقه مدرب فاشل، سلطت صحيفة الوطن المصرية على محاولة مجلس إدارة للزمالك مصالحة الرئيس مع المدرب لتكتب في عنوانها: مجلس الزمالك يقنع مرتضى باستمرار فريرا وجلسة صلح بين الطرفين، حيث تمكن أعضاء مجلس إدارة الزمالك من إقناع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بالإبقاء على جوزفالدو فريرا المدير الفني على أن يعقد الطرفان جلسة صلح بين بعد عودة الفريق من الإمارات، وتتجه النية لدى مرتضى منصور ليتراجع عن وجود الثنائي محمد صلاح وطارق مصطفى في الجهاز الفني على أن يستمر فرارة في منصبه وبجهازه الفني كاملا، وسيتم الإعلان رسميا عقب عودة الرئيس من الإمارات. إذن نتوقف وإياكم مشاهدين الكرام مع فاصل قصير، ومن ثم ننتقل للصحافة العالمية، تفضلوا بالبقاء معنا. We'll be right back.
أهلا بكم مجددا، ونتقل وإياكم إلى جولة في الصحافة العالمية والتي نبدأها من بريطانيا، حيث سيخوض الألباني يورغن كلوب مباراته الأولى مع فريق ليفربول عندما يتواجد مع نادي توتنهام على ملعب الأخير. وسيسعى الألماني إلى تحقيق بداية جيدة مع الريدز، خاصة أن الفريق يتواجد بالمركز العاشر في الدوري. صحيفة الديلي ميل أبرزت المهمة الأولى لكلوب مع الريدز فكتبت في عنوانها: وقت الكلام انتهى، الأشياء الجادة بدأت الآن. المدرب الجديد يسعي للظهور الأول، إنه فجر كلوب الريدز. حيث يبدأ كلوب مدرب بروسيا دورتموند السابق عهده مع النادي الإنجليزي ليفربول برحلة إلى العاصمة لمواجهة توتنهام هوتسبير اليوم السبت، ويتولى كلوب المسؤولية وليفربول في المركز العاشر، وتعهد بتقديم كرة قدم على أعلى سرعة بستاد أنفيلد، رغم أنه طالب التحلي بالصبر وحذر أنه ليس صانع معجزات، مع تطلعه لتكرار نجاحه في تحويل دورتموند إلى نادي بطل للدور الألماني ومتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا. أول اختبار لكلوب، ولكن اختبار صعب جدا في مواجهة توتنهام على أرضه وبين جماهيره. لكن حقيقة أن كلوب دائما ما يعشق التحدي، يعني حقيقة هو صنع من بروسيا دورتموند يعني من لا شيء إلى شيء كبير، يعني حتى في على المستوى القاري يعني بالنسبة لبروسيا دورتموند. وبالتالي أتوقع أنه أصلا هي مسألة التغيير المدرب أي كان هذا المدرب، حتى لو ما جابوا كلوب هم جابوا أي مدرب، مهما كان هذا المدرب، عملية التغيير بعد النتائج السيئة دائما ما تظهر الفريق بثوب آخر. بالتالي أنا أتوقع ما راح يواجه صعوبة، رغم أنه الفريق اللي هو توتنهام فريق قوي جدا يعني، ومقدم مستويات جيدة يعني في الدوري. وبالتالي أتوقع أنه كلوب يعني راح يواجه صعوبة إلى حد ما، ولكن راح يتجاوزها بالصعوبة. أهم شيء أنهم ما يستعجلوا من أول مباراة، مثل ما قالهم الصبر هو المطلوب. نعم، هم جدا أنهم ما يستعجلوا عليه يعني. ونبقى وياكم في أجواء البريمير ليج، فقد أكد المدرب الهولندي والمدير الفني لمانشستر يونايتد لويس فان خال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيفرتون اليوم أنه عاش أسبوعين رهيبين، وذلك بعد أن خسر فريقه أمام أرسنال بنتيجة مذلة بثلاث أهداف نظيفة، وعقبها فترة إيقاف لإجراء المباريات الدولية لم يستطع خلالها تدبير أمور كتيبته بشكل تام. صحيفة الميرور تابعت تصريحات فان خال الساخرة، والذي ألقى اللوم على طباخ الفريق مسؤولية مستوى الفريق في الآونة الأخيرة، لتكتب في عنوانها على لسانه: لوم الطباخ. حيث قال في هذا السياق: عندما يكون هناك أسبوعين من الإيقاف إنه حقا أمر رهيب، وخصوصا إذا تعرضت قبل ذلك لخسارة بنتيجة عريضة. الأمر كان مشابها تماما في فترة الإيقاف السابقة والتي عقبت كذلك خسارتنا أمام سوانزي سيتي. وأضاف: الأمر لا يتعلق فقط بغياب اللاعبين، بل بالطاقم التدريبي والطباخ الذي في العادة يخلق جوا من المرح. هذه الأسبوعين مرة بشكل صعب، كذلك لأنني أعاود مشاهدة اللقاء، وأريد أن أقوم اللاعبون بإصلاح أخطائهم والوقوف عند الثغرات بالشكل اللازم، لكن ذلك لم يكن ممكنا. إذن غابت كل الأعذار وبقي العذر هو في الطباخ، ويتكلم عن طباخ يخلق جو من المرح يعني. فان قال مورينهو هم كذا يعني امام الصحافه، يحاولوا انهم هم دائما ما يبعدوا الصحافه او الاعلام عن انهم والله يشكلوا ضغط دائما بالفعل. فيخلقوا اشياء مثل هذه يعني مدربين محترفين يعني. نتيجه فعلا مذله كانت 3-0، فاتوقع انه يعني، وايضا هو يقدم مبررات الى ما قبل المباراه هذه يعني. قبل مباراة إيفرتون بينهم مباراة مهمة. صحيح. نعم، هي مباراة مهمة طبعا، وبالتالي هو ما بعد التوقف، وأيضا يريد يعني يريدنا مرة ثانية أنه يعيد الفريق إلى واجهة الانتصارات مرة أخرى، فهو بحاجة إلى أنه والله يبعد الضغط عن لاعبيه، فقال يلا خليه في الطباخ يعني. ننتقل وياكم إلى إنجلترا، حيث أبدأ البرتغالي جوزيه مورينهو المدير الفني لفريق تشيلسي ثقتي في الاحتفاظ بمنصبه كمدرب للفريق حتى لو أخفق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا واحتلال مركز في وسط الجدول مع نهاية الموسم. صحيفة الصن تابعت تصريحات سبيشال وان فعنونت على لسانه: رامون لن يقيلني. وقال مورينهو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: لقد التقيت مالك النادي قبل أسبوعين على العشاء، عرفت أن منصبي لم يكن تحت تهديد. وأضاف: حتى قبل ذلك أعلم جيدا لماذا أتيت إلى هنا، وأتذكر حديثا كان لنا قبل عامين، أعرف ما الذي دفعني إلى التوقيع على عقد جديد خلال فصل الصيف، بالرغم من أن عقدي ما زال يتبقى فيه عامين، لذا ما أعرفه هو ما أعرفه عنهم. ويستقبل نادي تشيلسي ضيفه أستون فيلا في ملعب ستامفورد بريدج اليوم، حيث يامل البلوز تحقيق الفوز لتحسين مركزه، حيث يحتل المركز 16 بجدول المسابقة.
ننتقل إلى إسبانيا، وبعد سلسلة الإصابات التي ضربت النادي الملكي في الآونة الأخيرة، حيث يخوض المدرب الإسباني رافا بنيتيز مواجهة صعبة في الدوري الإسباني أمام فريق ليفانتي على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الثامنة من المسابقة. صحيفة ماركا وفي غلافها الصادر اليوم قدمت لقاء لتخرج بعنوان قالت فيه: مساء الصدارة. فوسط الأخبار المغلوطة التي قامت بنشرها صحيفة الأس بالأمس حول العلاقة بين كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، فإن الماركا قامت بالحديث فنيا بعيدا عن الحديث عن موائد العشاء والجدل الذي كشفته الأس، حيث أكدت أن ريال مدريد ينتظر في الفترة المقبلة بعد شفاء بيل أن يستعيد الشراكة الفنية المؤثرة بين الثنائي بيل ورونالدو ليقودا الفريق لخطف الصدارة. وصرح بيل بأنه يتوق لمباراة اليوم التي يسعى خلالها لوضع بصمته رفقة الريال لقيادته لتحقيق النقاط الثلاث لمواصلة السعي نحو حصد لقب البطولة للموسم الحالي. إذن بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج عناوين. نتوجه بالشكر لضيفي في هذه الحلقة رئيس القسم الرياضي بجريدة الرؤية أحمد السلماني. شكرا أحمد. أهلا وسهلا. نلتقي إن شاء الله في حلقة بإذن الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك، وشكرا موصول لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم لنا خلال هذه الساعة. نلتقي إن شاء الله في يوم آخر. تقبلوا تحيات فريق العمل. إلى اللقاء.